توا احنا هنا توا باش نذوبوا الفضه بطريقه تقليديه، فهمت؟ باش نذوبوا على الفحم الحجري. هذا التجار هذا فوق 100 سنة، أقل حاجة في 100 سنة هذا. هذا مثلا هذا طوابع وقدم برشا وكل شيء بالمرجان مخدوم الأصلي. المجوهرات الأمازيغية قاعدة أنا نحب في الناس فيها ونحاول نشجعهم، فهمت كل شيء، حتى في تسهيلات في الدفع ولا حاجة نشجعهم باش يستحفظوا على القطعة. المجوهرات الأمازيغية معمولة بالفضة، أول حاجة خاطر المناجم الموجودة في شمال أفريقيا معظمها فضة أكثر من ذهب، وهون معروف عليها معناها اللي موجود توا، فهمت؟ هذاك علاش كانوا يخدموا الفضة، تونس فيها فضة، احنا تو شرت بالبيجا وكيف موجودة المناجم تاع الفضة. أنا نحرص على الفضة بتاعي باش تكون نخيطها وحدي، فهمت؟ وتكون حاضرة باش تبدا الكليون وقت يلبسها تظهر، تبدا تيرون، فهمت كل شيء، تبدا واضحة، فهمت؟ ها وصلت كيفاش هكايا، تبدا واضحة ومزيانة متناسقة تبدا. هذه قلت لك الخلة هذه تلقاها عندها 200 سنة ولا أكثر، هذه يعني ما مات أمي ماتت الله يرحمها وأمها ماتت، وإحنا كبرنا يعني ولادنا تبارك الله إن شاء الله يحافظوا عليها الخدمة هذه. توا هذه يقولوا لها خلة الدربلسي، وهذه التيجار، التيجار هذه يعملوا التيجار، وهذيك القصة يعملوها، هذيك القصة